الناشط سلمان الشيباني يصف مشهورات شبكات التواصل الاجتماعي بلفظ مسيء ويشعل الغضب، ومستخدمون يطالبون بمحاسبته على كلامه وإلقاء القبض عليه، وهو يتوعد بمحاسبة من هاجمه. يبدو أن الجدل الذي أشعله إعلان الشاي التابع للعلامة التجارية خدير لم ينتهي في السعودية بعد. آخر تطورات الموضوع مقطع فيديو نشره الناشط السعودي سلمان الشيباني، انتقد فيه لجوء المعلنين إلى فتيات مشهورات على شبكات التواصل للترويج لمنتجاتهم، لكن ما أشعل الغضب هو الوصف المسيء الذي أطلقه الشيباني على المشهورات المشاركات في الإعلان. يرتفع أو ترتفع قيمة المنتج اللي عندك ونبدأ إحنا نشتري، غلطان، إحنا عيال ناس ونخاف الله. أنت لازم تراجع رجولتك وتراجع مخافتك من الله قبل كل شيء، واللي يسمع الكلام هذا يجب أنه ما يقع مثل ما وقع الإمام هذا. هذا المقطع قسم مستخدمي تويتر السعوديين إلى قسمين وأشعل جدلا حادا بينهم. البعض اعتبر أن الشيباني على حق فيما قاله، وأن اللجوء إلى الاستعراض الجسدي للترويج للمنتجات أمر غير مقبول ولا يشبه البيئة السعودية المحافظة. لكن البعض الآخر رفض توصيف الشيباني لمشهورات شبكات التواصل رفضاً قاطعاً. هؤلاء رأوا أنه حتى لو ارتكبت الفتيات خطأً فلا يحق لأحد أن يسيء لهن بالشكل الذي فعله الشيباني. من بين هؤلاء من شجع الفتيات اللواتي شاركن في إعلان شاي خدير بالتضامن لرفع دعوى قضائية ضد الشيباني الذي أساء لهن. آخرون طالبوا الجهات السعودية المختصة بالتدخل في الموضوع والقبض على الناشط لكونه تخطى الحدود المعقولة في النقد. في المقابل ومع توسع الهجوم عليه، شارك الشيباني مقطعا جديدا قال فيه إن البعض حرف كلامه وشوه سمعته، وبناء على ذلك قال الشيباني إنه زود محاميه بالمقاطع المحرفة وتوعد بمحاسبة كل من أساء إليه.